السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رشيد. اليوم عندي لكم واحد الشريط ديال تروا ياماها. غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي ندير ليه، وغادي نصاوبو بواحد الطريقة مزيانة. المهم كيف تتشوفوها هو راه طايب شوية وكل شوية العصا، وانتم الصورة ديالو هي باينة على الشاشة. المهم الراس القمونة ديالو كيف تتشوفوها هي راه ما عندها كاع البونش، يعني راه وصل واحد المستوى اللي ماشي ما مزيانش. المهم راه كيف تتعرفوا الموتور راه الا خطا الشرج تيولي الموتور ماشي تال، تتولي بحال تيولي الصوره ديالو ناقصه. المهم على بركه الله غادي نقيو بعد هذا الشرج ان شاء الله، وغادي تشوفوا الطريقه بالتفاصيل وتبعوا معايا حتى الاخر. غادي تشوفوا كيف يولي ان شاء الله بواحد الصوره مزيانه مقبوله وعلى بركة الله. أول حاجة غادي نحيد هذا الكرافوز، يعني هذا الشيء القديم، غادي نقلعو بعد التورنيفيس. هنا كناخد هذا الماكينة ديال تسميتو باش كنمضي هاد الفيسات، لأن من تيحفاو شوية كنمضيهم باش يولو تاني مزيانين. كنرجعو للشرج كنبقاو نقيو هكا بهاد الطريقة عادية كيف العادة. اللي كيتبع معايا راه تيعرف التفاصيل. كنحيدو هاد الجلدة تا هما، كنخليهم في الجانب حتى نرجعو ليهم في الاخر. المهم من بعد ما كنقي تنحطو في الجنب هكا، كنمشيو ان شاء الله للتفاصيل. غادي نعطيكم بعض التفاصيل على هاد الجوا، هاد الغلاف، بعض القياسات، وانتوما احتفظوا على هاد القياسات ضروري تعرفوهم باش حتى لو بغا يخدم شي واحد هاد النوع من الشروجة يمكن يتبع التفاصيل. غادي يطيح العبار، العبار راه كتقطعو اصلا غير تقطع الطرف وتعبرو مزيان وداكشي وتحطو فوق الشرجة، غادي يبان لك واش مزيان ولا خصو شوية ولا في الطول والعرض والدورة ديالو من القمونة من القدام واللور. هذه السبية كيف شتو تنقطعها، هاد السمية اللي كانت فيه غادي نخيطها ان شاء الله حتى هي وترجع ليه باش تعطيه واحد الدوق، لان الشرج الا كان شوية ما فيه شي لوغو تيكون شوية بحال خصو شي حاجة. المهم من بعد ما كنصاوب هذيك السمية كنحط القياسات ها هما كيف راه ديجا قاطعهم انا، يعني القطع ديالهم راه باين، غادي نعطيكم عليهم تفاصيل. هذاك الجزء الخلفي تيكون الطويل هذا تنحط عليه هاد السمية هادي كيف شتوها، ياماكازاكي هانتوما كيف تشوفوها. تنتني على جوج كالمنتصف ديالها مع المنتصف ديال داك الجزء الازرق، ولي الطول ديالو يعني 53 55 55 ماشي مشكل. المهم الا كان زايد ماشي مشكل ما يكونش ناقص. وهاد الجزء الامامي اللي نصف دائره تيكون لقدام، وماشي ضروري يكون هذيك داك الجزء الامامي ماشي ضروري يكون، ويمكن ديرو يمكن ما يديروش بنادم، يعني على حساب كل واحد الطوق ديالو. لوست ديالهم هانتوما كيف تشوفو كنطراسي لهم لوست ديالهم كاملهم، يعني راه في الخياطة ديما كيف العادة. اللي تبع معايا دوك الفيديوهات اللي دازو راه غادي يعرف التفاصيل كيفاش تنمشي معاهم. السمية اللي هذيك السمية نعطيكم التفاصيل بعدا هانتوما كيف تتشوفو. عقلوا على هاد العبار، يعني هنا 44 في هاد الطول هذا، يعني هاد الطول هذا ديالو 44 هاكا 40 هانتوما كيف تتشوفو 44 في الطول 40 في العرض من ديك القمونة حتى القمونة من راس الراس. هنا 53 يعني في هاد الدور هادي 55
53 55 ماشي مشكل، شتيها 55 يعني راه كي تجي 53 55 56 ماشي مشكل، كاع هاد العبارات هادو اي ما تكونش قل من 53، لان راه كيتجر شويه كيشد شويه في اليمين شويه في اليسار تيجي هو هذا. المهم هانتوما كيف تشوفوا راه العبار باين، راه الا فصلت هاد الشكل هذا وحطيتيه على شرجال طروه راه كيبدا يبان لك التفاصيل بان هاد الجناب هادو هاد الاجنحه راه هادوك ماشي مشكل يكونوا زايدين، لا كيمشيو غير للجنب. يعني هذاك الحرف اللي من اللي من هاد الجهه راه تكون فيه 23 سنتيمتر. المهم تنختصرو كنمشيو للخياطه مباشره كيف العاده، هذيك السميه راه لصقتها كيف لصقت الشروجه اللي دازو، يعني بنفس الطريقه تناخد واحد جوج سنتيم تنخليها خاويه ولا سنتيم ونص وتنخيط غالب جوج سنتيم كتجي مزيانه ما بين السميه والحافه ديال هذاك الجزء الخلفي. هنا الخياطه الاولى والثانيه تنبدا بالمنتصف في الجهه المعاكسه وكنعاود نرجع من المنتصف في الجهه الاخرى باش تحافظ لي على الوسط ديال هذيك السميه مع الجزء الخلفي مع الجزء الرئيسي اللي هو الاسود اللي في الوسط. المهم كلهم كيتطرسوا من المنتصف ديالهم كتلاقيهم باش يبقاو محتفظين على العبار ديالهم والقياسات ديالهم. كيف تنقول لكم اصدقائي المتتبعين، عندنا انا واحد الملاحظه، راه ديما الماكينه راه العاديه ما كتقنش بحال هاد المسائل هادو، راه كتلقى مشاكل وكتبدا تلصق تقدر هذاك السبورت ما كيج ماشي بحال هاد الدوبل، راه كتجرب نفتحها نفتحها كتجر كتعاون الصباط، لهذا كتساعد باش تخيط مزيان وتعطيك واحد الخدمه متقونه. راه الخدمه بنفس الطريقه، الخياطه الاولى الثانيه الثالثه ولا جوج وحده من الداخل على تخلي كاع سنتيم قل جوج المليم ولا وتقلب وتدوز هادي ليه على برا باش تعطيك واحد الخدمه متقونه. نوعيه سوميكوير غليظ شويه يكون مزيان، كاليتي مزيانه ما تكونش ديك الناقصه، هذاك الرقيق راه تيكون شويه الخياطه ما كتبانش فيه بعدا وكتعطي واحد المنظر عيان. من بعد ما كنضربوا هذا الجزء هذا كنمشيو للجزء الامامي اللي هو نصف دائره، كنمشي للماكينه الاخرى لان دوزت واحد الجزء في هذيك الماكينه، نمشي للاخرى بحال هذه تريبل، هذه تريبل، هذه كنخيط بها انا بزاف الحوايج اللي هي قاسحه وصعيبه ويعني شي حاجه اللي فيها بلاستيك ولا بحال كوسان ديال شي طوموبيل ولا بحال هكا، تنقدر ندوز داك البلاستيك اللي تيشد من التحت. هادي كتليق للجلد، كتليق لشي حوايج اللي صعيبه شويه. وبالنسبه للسوميكوي غتخيطو بالدوبل ماشي مشكل، لان هادي النفتحه ديالها كتوصل حتى 180، النفتحه ديال هاديك ماكينة دوبل كنخدم حتى 140، تنبدا انا تنخدم 110 ولا 120 حتى 140، 90 ما كنخدمش بها، 90 خاصه بالتوب و60 ودوك القياسات. هادي كتخدم ب 140 160 180 كاع تخدم بيهم. هانتوما الشرج تبارك الله راه ناضي، خياطة مزيانة متقونة. نوع الخيط راه خيط نيلو صحيح ماشي خيط عادي. هنا كنجيو كنصاوبو الشرج، كندير شوية الكولا في هاد البلايص هادو اللي هما تيبانو مكولين، كنديرو شوية الكولا وتنقبضو بونج تا هما طريفات تنحطوهم تما ونبداو تنقصوهم بهداك المقص، وغادي تشوفوا الطريقه بشويه وغادي يبان لكم داكشي هو هذاك. لاحظ مزيان ورد البال.
راه في الشوفان في الاولى فاش تحط له بونج غيقدر يبان لك بواحد الصوره ماشي هي هذيك، ولكن في الاخر غادي يبان لك هو هذاك، لان الشوفه ديالو مسبقه تتكون ماشي هي الشوفه في الاخر. تندير شويه الكولا لهاد الحفيرات هادو اللي تتشوفو نتوما بحال هكا، وكنقبض البونج توا تندير ليه نفس شويه الكولا. علاش؟ الا درتي الكولا فسميتو في البونج وفي الشرج كيجي دغيا كيلصق جوج جوايه، وغير خفيف ماشي بزاف قياس الكولا، راه قاعد الغرض. لان هاد البونج هذا ان فوا تحلو واحد النهار غادي تلقاه انا شاد بلاصتو، يعني تيموت بلاصتو. ما كنخليش بهذا الشكل هذاك اللي كتشوفو، غادي نبقى نقادو بالمقص حتى يولي مقعد وواخد بلاصتو. انتما الجزء الامامي كي تيبان لكم تيبان بواحد الصوره ماشي هذيك، ولكن من بعد يبان لكم هو هذاك ناضي مزيان. وفي الاخر غادي نفيني بواحد البونجه ديال نص سنتيم، غادي نفيني بها وغادي يولي مزيان في الاخر. دابا هنا كنبدا نضرب هاد البونج بمقص، تنضربو تنبقى غادي معاه بحال هكا تقراتي، المهم كتقراتي بشوي شوي حتى تيولي مقعد. هانتوما كيف تتشوفو، هاد البونج تا هو راه يمسأل تولف. كاين شي شروج راه كنصاوبهم كتار من هادو، كاينين كاع مواليهم اللي تيفقدو فيهم الامل، وكنعاودو نردوهم مزيانين و تيولي عادي. و الشرج ملي كيشوفو مولاه راه تيبان ليه كأنه ما يعني بحال جديد، تتبقى مسألة فكرة و الطريقة و تحدى الصعوبة، تتولي كلشي ساهل. تعلم شي صنعه ولا كيف ما كانت راه ضروري ما يتحك مع الحوايج اللي هما صعاب ويصبر ليهم باش يولي من بعد يبان ليه كل شيء سهل. هانتوما كيف تتشوفو راه تنبدا نقراتي بشوي شوي شوي، تيبان لك في الاخر مقعد فيني. هانتوما كيف تشوفوا تقاد تبارك الله، دابا راه تسيه مزيان ناضي. دابا غادي ناخدو واحد من البونج على حسب نص سنتيم ديال نص، وغادي ناخدو واحد الجزء بحال ما هكا تناخدو، وكنجرو الجناب باش يكون كافي ما يكونش ناقص. عينيك ميزانك، هانتوما كيف تشوفوا انتما كيف تشوفوا الطريقه راه باينه وسهله. تتعود تهزو بهذا الشكل، واخا درك السومه لكن باين، يعني تاخدي العبار عينيك ميزانك على حساب يكون ضاير وطالع حتى الحافه ديال الشرج، يعني يتجمع عليه بواحد الطريقه سهله. غادي نوريها لكم، كتاخدي الكولا وكان نجيب على هاد الجناب هادو هاد الحواف ديال هاد الشرج، وفي البونجي في الحافة ديال البونجي في الجناب، صافي يكفي. ما ديرش الكولا في الوسط ولا شي حاجة، ديرها في الجناب.
هانتوما غادي تشوفوا راني درت واحد شويه في واحد طويصه. ها هي دابا كنديريها هي بونجا، انا كنستعمل البونجا بزاف، كندير كاع الشتا قليل بونجا عادي غير بحال هكا تفتيفات، هي مع الجناب جناب 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 تك 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 بحال هكا عادي، وكتاخد تدور على البونج كاملو جوج سنتيم ولا 3 سنتيم مع الجناب جناب جناب يخفيف وبالزربة. هانتوما راه ما كنزرب لا كاميرا لا والو، تنخلي داكشي كيف هو راه عادي، داكشي اللي تنستغرق تقريبا هو عادي. صافي هذا راه تقريبا ساليتو، راه نمشيو للجناب ديال هكا شتي هانتوما كيف تتشوفوا الجناب بحال هاد الشكل هذا عادي. صافي ومني كتجمع عليه وكيلصق وكتضربو بنقص مع الحافة الحافة. الدور ديال هاد البونج هذا كيخلي الشرجم فيني، يعني قاع دوك نقولو دوك الحدبات ديال هداك البونج اللي كتلصاق ودوك واخا شي شويه، المهم كيفيني هو داكشي كيخليه مقاد من الجهه ديالو تولي صافي كأنه راه ما عمرو تضرب ما عمرو تقاس ما فيه شي ما محفر ما والو، كيرجع للصورة ديالو تيبان مزيان. دابا ملي كتنشف الكولا بحال هكا صافي كتبدا تتجمع. هانتوما ردو البال عادي، هادي مرحلة من المراحل ملي تيكون الشرج خصو شوية البونش تتجمع غير بهاد الطريقة هادي بسيطة عيشتيها عادي، تجبد البونج واحد شوية شوية لأن التاو تيكون رقيق دغيا يقدر يتقطع عليك، تجري واحد شوية باش يكون متيري شوية وما يكونش القمونة، كتجمع عادي كيف العادة تعيشتها. هانتوما شتو ملي كتجمعو بهاد الشكل هذا كتاخد المقص وكتبدا تضرب هادوك الحواف اللي طالعين وتتقطعهم صافي. صافي كتاخد المقص هكا، يمكن كاين اللي تيخدم على داك الشيء هكاك نيت، ولكن انا في الغالب كنحيد انا هاد الشيء ما كنحملش انا شي حاجه ماشي هي هاديك هكا. كي تنخدم دابا في هاد الفيديو هذا ليكم راه هكا تنخدم انا حتى مع الناس، يعني اي حاجه ما كنزيد فيها والو، داك الشيء اللي كنخدمها كنديرو هو هذا، تنخدم بنفس الطريقه. هو كتنقي عادي صافي، و ملي كتنقي صافي كتلصق ليه الجوا ديالو ودابا كي تتشوفو راه تلصق الجوا. هانتوما كيف تتشوفو كندير واحد بلاستيكا شيميكا تتعاونو في باش يدخل دغيا داك الشرج غير يلصق.
اول حاجه كتورك على الشجر من اللور هكا بحال هكا، ترجل القدام مزيان، كضرب واحد كرفوزة اللور كرفوزة القدام، كتفيكسيه صافي، وكتستمر في عملية تجيب بعد من الجناب وداكشي بنفس الطريقة اللي كنا أصلا تنخد معها عادي، لأن التلصاق ماشي شي حاجة اللي صعيبة كي قلت لكم. راه المهم في الشرج والخدمة ديالو ولا تكنيك ديالو، راه هو الفصالة الخياطة وسميتو والقطيع، ثلاثة هاد الثلاثة هما المهمين في هادشي. يكون القطيع مزيان، ما يكونش داك القطيع العشوائي كي تيديرو شي بعضين تيقطعو كيف ما جاب الله، تيكون الخط يمشي يدخل داخل مرة يخرج على برا، هداك الشي راه ما كيعطيش الإتقان. تمشي على الخط، الخط انتما كيف تتشوفو راه كتجمع بنفس الطريقة اللي ديجا وريتكم في الفيديوهات السابقة. ديما كتلصق القدام مع اللور والجناب، ديك البلاصة اللي قلت لكم قبيلة فيها 40 في العرض، هذيك البلاصة بالضبط، هذوك الجوج قنوت لفان ديال هذاك الشريط الأزرق الخلفي، لفان ديالو من اليسار واليمين، هذوك هما البلايص اللي كتجر وكتجرهم وتتلصقهم بنفس نفس مقادين ومتقابلين يعني بنفس الأبعاد. كل شيء باين وواضح، كتجبد بيديك، تورك بيديك وتجبد. هانتوما ردتو البال، راه كنبدا تندفع بيديا باش يتجبد هذاك السومي كويغ، باش نجبدو مزيان باش ما يبقاش مرخي، لان الا كان مرخي تي مع الوقت تشكوى تيدير شي بليات، يعني خصو يتيرا باش ما يبقاش عواج ولا يخسر. انتم ما شفتوش الشرج تبارك الله، راه ناضي يعني زوين ونقي، وشتو كيف الاول كي كان وكي ولا دابا، ردو ليه البال راه بيكون بواحد الصوره مزيانه. انتم ما شفتو كي داير، تبارك الله الشرج مزيان ومقبول. يلا اخوتي تبارك الله عليكم، نشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله، ما تنساش تشترك في القناه وتدير لايك للفيديو، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.